الهاتف نشوف كمان رأي واحد كان موجود في جواز الكاف، لكن على مستوى المدربين، المدرب البلجيكي ومدرب منتخب جامبيا توم سنتبيت موجود معانا عبر الهاتف. مساء الخير عليك مستر توم. Thank you very much. Good evening. How are you? اهلا مرحبا بكم، كيف حالكم؟ كنا وانت اكيد سمعنا كنا بنتشاور في جوائز الفيفا، طبعا بنقول لك مبروك على الاداء الرائع ويعني الشكل الرائع اللي ظهر به منتخب جامبيا في السنوات الاخيره وخاصه بطوله امم افريقيا الماضيه، ووجودك ضمن افضل 10 مدربين على مستوى افريقيا. عايز اخد رايك في جوائز الكاف، هل ساديو ماني فعلا كان يستحق هذه الجائزه؟ بعض الناس بتقول على مستوى الارقام الفرديه محمد صلاح كان يستحق، عايز اخد رايك في هذا الموضوع وحتى على مستوى المدربين الافارقه. مبدئيا شكرا لكم، أشكركم جزيلا على استضافتي. مما يشرفني أن أتواجد في قائمة أفضل مدرب في إفريقيا. أنا أدرب فريق منتخب جامبيا من 2018 حتى الآن. لدي الآن من أفضل اللاعبين في إفريقيا يلعبون في الدوري الألماني وفي دوريات كبيرة جدا. بطبيعة الحال كنت على وعي تام بطبيعة المهمة التي أواجهها، أن تؤهل الفريق المنتخب كمنتخب جامبيا ليكون في مصاف المنتخبات الكبيرة. مهمتي كمدير فني، أعتقد أن أفضل مدير فني حاليا الآن هو أليو سيسي، وهذا أمر منطقي. هو أهل منتخب بلاده لكأس العالم وفاز بأم إفريقيا. هو لديه منتخب قوي، فبطبيعة الحال في كرة القدم من الصعب أن تقارن بين الفرق وبين المنتخبات، كل له حالته. الآن لديك الوداد فاز بدوري أبطال أفريقيا، وكان لديك وليد الرفراخي كان من أفضل المدربين كذلك، فالأمر مختلف بالنسبة لمنتخب السنغال ونادي الوداد. لا تستطيع أن تقارن بين مدير فني خاص بنادي ومدير فني خاص بمنتخب، الأمر ليس سهلا. وكذلك الأمر بالنسبة للاعبين والمنافسات التي يتعرضون لها. إذا كان الأمر كذلك، فطبيعة الحال السنغال ستفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، وكذلك المدير الفني. بطبيعة الحال تأهلوا لكأس العالم وفازوا بأمم إفريقيا، أدوا مهمة كبيرة، وكان أيضا مرشحين لأكثر من ذلك. أنا أتفق معك تماما، كل أعتقد جوائز الكاف كانت منطقية، وطبعا كل التوفيق لكل المنتخبات وكل اللاعبين. خلينا أتكلم معك توم على منتخب جامبيا. زي أنت ما قلت توليت المهمة في 2018، عايز أعرف التارجت التحديات وإزاي بنيت فريق بهذه القوة قادر على الفوز على منتخب كبير زي منتخب المغرب، ويمكن الخروج بصعوبة أمام المنتخب الكاميروني. هل اعتمدت على اللاعبين في أوروبا ذو الجنسية الجنبية واهتميت بالدوري المحلي؟ يعني شكلت هذا المنتخب القوي إزاي، وكان العناصر الأساسية من اختيارك على أنهي أساس؟ هل من خلال الدوريات الأوروبية ووجود اللعيبة في أوروبا، أم من خلال كمان تطوير الدوري المحلي؟ نعم، كان الأمر حينما توليت كان منتخب جامبيا في ترتيب متأخر في قائمة الفيفا، وكان هذا الأمر منذ 4 سنوات كان الأمر صعبا. كنت أعرف السياسة التي تدار بها الأمور هناك. كنت أعرف أن البلد لديه العديد من المواهب المدفونة والمواهب كذلك التي تلعب في أوروبا. كنت على وعي تام بالحال. لعبت أول مباراة ضد الجزائر واستطعت أن أتعادل مع منتخب الجزائر. ومنذ هذا الوقت استطعت أن أدرك أن يوجد حوالي 60 لاعب للمنتخب يلعبون في أوروبا لأقارن بينهم لأفضل منظومة، لأفضل فريق يستطيع أن يؤدي مع منتخب جامبيا.
استطعت أن أرى أن في جامبيا لدينا أجهزة فنية رائعة، مديرين فنيين، لاعبين رائعين. المشكلة كانت أننا ليس لدينا الميزانية الكبيرة التي تكون متواجدة في بعض المنتخبات عدانا. الأمر لم يكن سهلا أن تنافس المغرب وتنافس الجزائر ومصر. الأمر كان، ولكن كان جيدا أن نفوز على المغرب وديا وألا نخسر أمام الجزائر الذي توج بعدها ببطولة أفريقيا. الآن نستطيع أن نقول أن جامبيا الآن في مصاف المنتخبات القوية في أفريقيا. بالطبع لدي الخبرة الكافية لأقود هذا المنتخب، ولكن الأمر صعبا. بالطبع اعتمدت على اللاعبين، جودة اللاعبين عالية في منتخب جامبيا، لاعبين يلعبون في أوروبا كما ذكرت، ولكن لدي أكثر من 160 لاعب محلي كذلك، أستطيع أن أختار وأن أعتمد على أي منهم يلعبون في الدوري المحلي. صحيح. طيب خلينا أكلمك توم على شيء مهم جدا. احنا عارفين ان اللعيبه كتيره جدا افارقه بيلعبوا في دوريات التوب 5 ليجز، خاصه في البريمير ليج، افارقه على مستوى اكتر من رائع، مستوى عالمي، اكيد منهم نجمنا الكبير محمد صلاح. لكن تبقى المنتخبات الافريقيه لم تصل حتى الان لابعد نقطه في كاس العالم. عايز اعرف رايك، وانت طبعا خبير كبير وراجل بلجيكي، وكمان بلجيكا من المنتخبات القويه وعندها مدربين كبار جدا، ما ينقص المنتخبات الافريقيه للوصول لابعد نقطه في كاس العالم، ومتى سنشهد حتى نهائي كاس عالم ما بين منتخب اوروبي ومنتخب افريقي؟ توم لسه معنا؟ نعم، أعتقد أن الجودة شيء هام، ولكن لها ليست كل شيء. أعتقد أن ما عدا غانا في كأس عالم 2010، لا أستطيع أن أقول أن هناك منتخب يستطيع أن يفعل نفس الإنجاز. المشكلة هي ثقافة البلاد الإفريقية ومدى تأقلمها، ولكن ولا نتكلم على المستوى الفردي للاعبين. الآن لديك منتخبات قوية جدا كالكاميرون ونيجيريا وغانا، ولكن الأمر صعب أن تحقق الإنجازات التي تحققها المنتخبات الأوروبية والمنتخبات أمريكا اللاتينية. نعم، تستطيع أن تتأهل. لديك منتخب الآن كجامبيا، منتخب قوي ومنتخب ناشئ، ولكنك تستطيع أن تؤدي. منتخب جامبيا أدى بالفعل بشكل جيد في مرحلة المجموعات، كذلك منتخبات إفريقيا في كأس العالم يستطيع أن يؤدي في مرحلة المجموعات، ولكن أين تستطيع أن تذهب أبعد من ذلك؟ كمدير فني تدرب منتخب أفريقي، بالطبع تريد أن تفوز بكل المباريات وتصل لأبعد مستوى، لكن الأمر صعب. مقارنة بجامبيا تواجه الكاميرون وغانا والسنغال، ولكن في كأس العالم المنتخبات تواجه منتخبات قوية جدا على المستوى الأوروبي، والاختيارات أمام المدير الفني تكون صعبة مقارنة بالمنتخبات الأوروبية. لا أستطيع أن أرى لاعبا كمحمد صلاح يلعب بشكل فردي في المنتخب. الأمر كمنظومة، مدير فني لديه اختيارات متعددة وفرص متساوية، وبالطبع يجب عليك كرة القدم الآن تعتمد على الميزانيات الكبيرة، يجب على المنتخبات الأفريقية أن تغير الكثير لتصل إلى مصاف هذه الدول. إذا الآن تستطيع أن تقول أن هناك منتخب أفضل منتخب في إفريقيا، ولكن بالمقارنة مع المنتخبات الأوروبية الأمر صعب. هذا مهم جدا. أتمنى طبعا للمنتخبات الإفريقية أن تصل قبل النهائي، ولما لا النهائي، أتمنى ذلك. وإحنا كمان نتمنى لك دوام التوفيق والنجاح، يعني شغل أكتر من رائع مع منتخب، يعني ما بين قوسين كان منتخب غامض، منتخب جامبيا من أقوى المنتخبات حاليا على مستوى القارة الأفريقية، مدرب متميز توم فينيست، ده طبعا مدرب بلجيكي ومدير الفني لمنتخب جامبيا.